احكي رميت سيدنا، قالوا لي انك عاوزني. ادي شوي هيدا الصندوق في كل الاغراض اللي بتخص خيك الشهيد الله يرحمه. شكرا سيدنا. خليك بعد في شيء. اوكي. شو هيدا؟ هون في كل الملفات اللي تتعلق بالقضية 2020. نقيب سما، أنا أكيد ما في حدا أكفأ أو أجدر منك يستلم هيدي المهمة. شكراً لسألتك سيدنا. بمحله.